وبركاته، معكم لينا حماد من فريق سولفر تو بي. رح احكي شرح لسؤال رقم 114 من اسئله الجي ار اي. والسؤال بحكي: اذا كان ناتج قسمه اي على بي اكبر من صفر وبي لا تساوي صفر، فاي من الخيارات التالية اجابه صحيحه؟ هل هي اي اكبر من بي، هل بي اكبر من صفر، هل ناتج ضرب اي في بي اكبر من صفر؟ هلا بنرجع للشيء الرئيسي بالسؤال، اللي هو ناتج قسمه اي على بي اكبر من صفر، معناته سواء اي ممكن تكون موجب وبي ممكن تكون موجب، فهيك احنا عم نضمن انه الجواب اكبر من صفر. ولو كانت اي سالب وبي سالبة برضو الجواب رح يعطينا اكبر من صفر. فكإشارات بشكل عام، اي ممكن تكون موجب ممكن تكون سالبة، بي برضو ممكن تكون رقم موجب ممكن يكون رقم سالب، بس الشرط الرئيسي انه لو كانت اي موجبة بي اكيد حتكون موجبة، لو كانت اي سالبة بي اكيد حتكون سالبة. فلو نمسك هذا الحكي ونجرب بالخيارات نشوف اي فيهم اجابة صحيحة، وطبعا السؤال بحكي ممكن يكون للسؤال اكتر من جواب صحيح. فلو حكينا a اكبر من b ونشوف، هلا لو كانت a مثلا 4 و b 2، ف 4 على 2 اكبر يساوي 2، هي هذا صح اكبر من صفر. بس مثلا لو كانت a 4 و b سالب 2، فناتج قسمة 4 سالب 2 هو سالب 2، فما ف... فبالنسبة لA في ممكن إلها احتمال يكون صح وممكن إلها احتمال يعطينا جواب غلط، فمش رح نقدر نحكي إنه هي الجواب الصحيح. إذا نيجي على بي، بي بحكي إنها هي أكبر من صفر، معناته بي إشارتها موجبة، بس هذا الحكي أو شرط بي ما عم يضمن إنه A تكون برضو إشارتها موجبة. لسه إحنا في عنا خيارين ممكن نعوض بA، ممكن تكون A موجب ممكن تكون A سالبة، فبرضو بالنسبة لA أو الشرط تبع بي عفوا ما بيضمن انه احنا دائما رح نحصل على الجواب الصحيح اللي هو ناتج قسمة A على B اكبر من صفر. هلأ C بتحكي انه A في B اكبر من صفر، شو معنات A ضرب B اكبر من صفر؟ معناته A لازم تكون موجبة و B لازم تكون موجبة عشان تعطينا اكبر من صفر، او A سالبة و B كمان سالبة فرح يعطينا جواب رح يكون اكيد اكبر من صفر. فمن كل الاحتمالات الجواب الصحيح اللي رح يقبل الحل على الاشي اللي عنا اياه، اللي هو انه نقسم a على b اكبر من صفر، هو رح برضه يكون c. انه لو ضربنا a في b رح تكون دائما اكبر من صفر، لانه a و b شرطهم رح يكونوا لهم نفس الاشارة. وبالنسبة للسؤال للقسمة الموجودة في السؤال برضه لازم يكون شرطهم انه يكون لهم نفس الاشارة. فالجواب الصحيح لهذا السؤال رح يكون بس c. لو عندكم اي سؤال بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك. يعطيكم العافية.